بسم الله الرحمن الرحيم. دي فكرة عن استخدام الملفات اللي موجودة عندنا في مشروع التخرج على الأوفرليف. من الأول يعني لما نفتح الشير اللي أنا بعته على المجموعة، نخش على الملف، هتلاقي البروجكت، يعني هتلاقي فيه عندنا مطلوب مننا كذا حاجة. أول حاجة السلايد، الريبورت هو نقف عليه، لو عملنا ريكومبايل هيطلع الريبورت اللي أنا مجهزه تقريبا موجود عندنا هنا أهو. هنا بنكبر وبنصغر بالشكل ده. لو حبينا ننزل داونلود ندوس على ده ينزل داونلود ملف. تقريبا انا مليت بعض البيانات، لكن المسؤول عن الجزئية دي يملى بقية البيانات. طبعا الجزئيات دي بسيطة، acknowledgement يعني شكر. هنا لما تحب تغير حاجة في الكود هنا او في المجموعة، في هتلاقي هنا acknowledgement، هتلاقي مثلا timetable mobile application، ده مش العنوان بتاعك بتاع المجموعه دي اس اي اس مثلا. هنخش هنا اهو، هتلاقي بعد الاكنولجمنت هتلاقي العنوان اللي هو ده اهو، التايتل اللي هو دوت. هنغيره ازاي؟ هنغيره عادي، نكتب اللي احنا الجزئيه اللي احنا كاتبينها، احنا كاتبينها طبعا هنا فوق. نطلع فوق هنا تاني، هتلاقي انا كاتب الايه ويب اهو، ويب بيزد student information system. نعمل له كوبي، كنترول سي او كوبي او كليك يمين كده عليه، عمل كوبي. ننزل تحت في المكان اللي احنا ايه هنكتب فيه الجزئية دي اهي، وهنعمل مثلا ايه بيست مثلا، ونعمل ريكومبايل. هيبان عندنا النسخة الجديدة بتاعت الايه طبعا، والنص اللي مكتوب ده هو كاتبه بيساعدنا ان احنا بقى ممكن نكتب الايه الابستراكت بتاعنا زي ما احنا عاوزين. زي ما انت شايف كده محتوياته ابستراكت سيكشن سكاشن اللي احنا ايه بنكتبها جوه الريبورت. طيب لما بنحتاج رسمة او كده نرفعها من هنا ابلود، وبنعمل لها انكلود بالايه بالكود بتاعها او ابلود. هيطلب مني سيلكت من الكمبيوتر، هنفتح نرفع الايه الرسمة او نرفع اي حاجة احنا محتاجين نضمها للريبورت بتاعنا. نفس الحكاية في السلايدز، السلايدز برضو اهو سلايدز تطلع عندي بالشكل ده اهو. طبعا نقاط احنا محتاجينها في كل ما نختصر يكون احسن. وكمان عندي البوستر، عاملين بوستر هنا في المكان ده بوستر ريكومبايل. كل ده جاهز، مجرد هندخل النصوص بتاعتك اللي انت او بتاعتكم اللي انتوا هتشتغلوا عليه. البوستر اهو جاهز، نصغر شويه عشان يبان اهو. هو ده البوستر معمول على اظن مقاس A3 او A0 في السكيل. بسهوله جدا اهو عملنا داونلود اهو، الملف اهو اللي احنا هنحطه على البانر وهنحطه على مكان عشان يتعلق. طبعا هتطبع بشكل متعلق مثلا، او انا بفضل كمان لو على لوحة في اللين بحيث يبقى سهل الحركة من مكان للتاني. طبعا الصور دي كلها هو موجودة فين؟ موجودة في كلمة اللي جوه البوستر ده، في زي سب دايركتوري، شايفين سب دايركتوري اهو، اهي دي الصور. لو انا عاوز وانا واقف عليه كده اعمل ابلود، ارفع اي صور تانية بحيث اغير في الكلام ده. يبقى انا عندي البوستر وعندي الريبورت وعندي السلايدز.
بوستر والريبورت وعندي ايه وعندي السلايدز. ده عشان ايه يبقى كل حاجاتنا اتكتبت وانتهت بشكل ايه بشكل كويس. دي مقدمة. ولو حبيتوا ان نتكلم عن حاجة تانية اكثر تفصيلا نتكلم في فيديو تاني.